السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. قراءه جديده وحصريه ولازم تركز فيها كويس جدا. ولو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعه ولا وسواس اكتب بس تم، هبعت لك لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج الشافي لحياتك بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. اهدالي بقى وهدي اعصابك الفترة دي خالص عشان في اخبار جديدة او في توقعات باذن الله هتكون فيها بعض التغيرات وبعض الانفراجات. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طريق، والطريق ده قريب جدا هيتفتح قدامكم وباذن الله هيكون خير. وفي مساعدة، في مساعدة من حد هيساعدكم، حد هيقف معاكم وهيقول لكم اني انا جنبكم واتكلوا على الله. ممكن كمان يدعمكم في فلوس، ممكن يدعمكم في ماديات. بص هنا، انت عندك حرف الالف، عندك حرف العين، عندك حرف الحاء، عندك حرف الواو والسين. دول حروف موجودين في حياتك. انزلوا لي في الكومنتات وقولوا لي الحروف دي بتعمل ايه في حياتكم. بسم الله ما شاء الله. طيب الاعداء اللي في حياتك هم اللي من دمك ولحمك، ودي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا انت بتعاني منها. انت ولا لاقي صديق ولا لاقي حبيب ولا لاقيين اخ مناسب حتى يقف معاكم ويدعمكم. بس ما تقلقش، على قد الضيق والخنقة اللي انت فيها على قد ما هيكون في انفراجات حلوة. بس انا شايفة القلب بيدق، عندك قلبك بيدق، قلبك فيه كمية اشتياق، او نفسك تقول لحد وحشتني، نفسك تعبر عن مشاعرك لحد، نفسك تتكلم. خلاص اتخنقت، مش قادر تاخد نفسك، تعبت، حاسس ان الدنيا كلها جاية عليك. الدنيا جاية عليك علشان انت سلمت للدنيا. انت خدت قرارات غلط في حياتك، والقرارات الغلط دي هي اللي انت حاليا بتعاني بسبب طيبة قلبك. هي طيبة قلبك اللي عملت فيك كده. طيبة قلبك خلتك دخلت شخص خاين كذاب نصب عليك وخد منك فلوس، خد منك ذهب، خد منك حاجات كتيرة جدا في حياتك. ومش كده وبس، كمان ده بهدلك علشان انت سلمت له. انتوا سلمتوا له ليه؟ ده انتوا معروفين عنكم ان انتوا حكيمين في تصرفاتكم، بس بتستسلموا الايام دي بسبب حالة الاكتئاب اللي انتوا فيها. انتوا دخلتوا في مرحلة العزلة التامة عن حياتكم. بس انت عندك انفراجات حلوة بإذن الله. وعندك كمان هنا هتعرف الناس اللي عملوا لك الأسحار وظلموك وكسروا بخاطرك الأيام اللي جاية. ليه؟ علشان خاطر خلاص تعبت. انت أعلنت حربك أو ناوي تعلن حربك. المهم ان انت ناوي تحط نقط على حروف وتبعد عن الحرباية البومة الست اللي أعدالك وبتحاول تأذي فيك وبتخرب بيتك. في كمان هنا واحدة كانت عاملة صديقة وعاملة حبيبة، دخلت بيتك استغلت كل نقطة في بيتك، وده غلط منك. انت بتقول ان انا حظ قليل. انت ما دخلتش في علم الغيب علشان تقول ان انا حظ قليل. حظك حلو، بس الضغط اللي عليك مخليك مش شايف ايه اللي انت فيه. انت من المشكلة بتاعتك ان انت شايف بتدي الموضوع اكبر من حجمه وشايل مسؤولية كبيرة. مين؟ الجارة اللي قاعدة ومرصودة اهي بتغير منك ومش سايباك في حالك. واحدة من الجيران، الست دي بتحاول دايما كده تداري نفسها، بتحاول كده تبين ان هي مفيش زيها، بس هي انسانة مش كويسة. اقول لكم على حاجة، انتوا هنا في علاقة، العلاقة دي شخص اناني، شخص نرجسي، او حد كده مش كويس. يعني انا انصحكم ان انتوا تبعدوا عنه فورا. هو الشخص ده في نفور بينكم وما بين بعض، الشخص ده بيحب نفسه اكتر، ولو كملتوا معاه العلاقة او فضلتوا معاه انتوا اللي هتتعبوا جدا وهتشيلوا الليلة كلها. انتوا بقالكم سنين منتظرين، فما تجوش في ثانية تضيعوا طاقة الانتظار اللي انتوا فيها. بسم الله ما شاء الله. عندك هنا حاجة هتحصل الأيام اللي جاية، هيبقى فيها هيبقى مكالمة حلوة انتوا مستنيينها، لقاء حلو انت مستنيينه. الله أعلم انت عندك ايه. في كمان هنا أخ، الأخ ده أو أهل، يعني في حد، في حاجة انتوا مش فاهمينها، يعني في نقط على حروف انتوا عايزين تفهموها. انتوا في مشكلة عندكم على ورث،
بينكم ما بين اهل، في مشكله عندكم عايزين تحلوها، عايزين تعملوا قعده وتحلوها. انا شايفه كلام، شايفه مواضيع بتتفتح عندكم الايام اللي جايه من بعد الحيره والتعب اللي انتوا بتعانوا منه. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله حب جديد، يعني في مواضيع انت عقلك الباطن بيتهيأ لك حاجات كتيره جدا، العقل عندك بيتهيأ لك حاجات كتيره جدا، عندك طاقات تفكير رهيبه، التفكير ده كله انت مش قادر تتخلص منه، ومش كده وبس، كمان انت عندك خوف وعصبيه زايده. في سفر مفاجئ هيحصل عندك، السفر ده انت مش هتكون في ترتيب، في حد مش هيتعب، في حد يعني ممكن يكون حد ناوي يعمل عمليه فهتسافر معاه، حد ناوي ان انت تشوفه وحشك، الله اعلم. بس برضو ارجع واقولك ان انت واخد على خاطرك من اهل، واخد على خاطرك من اخ، وفي نفس الوقت انت في كلام على فلوس، في حد عايز يستلف منك فلوس وانت مش هترضى، فهيبقى في زعل. انت دايما على حق، انت دايما بتقول هم طمعانين فيا، دايما بتقول هم ليه بيبصوا لحاجه، الحاجه اللي مش بتاعتهم. مين؟ الست اللي عندك البنوته، هي واحده مش متجوزه. انا قلت لك ان قراءتك قويه جدا، عندك واحده مش متجوزه، هي بينك وما بينها صله، يا ريت تخلي بالك منها او تخلوا بالكم منها كويس جدا. في طرف ثالث بيتدخل، في يعني في طرف ثالث بيحاول يأذيها. لو انتوا عندكم واحده انتوا بتحبوها، ممكن يكون في اسمها، هي بنوته ما اتجوزتش، ممكن يكون في اسمها حرف الالف، حرف النون، حرف الياء، حرف الميم، فياريت تخلوا بالكم منها وتحافظوا عليها. البنوته دي هي بتحبكم وبتحب لكم الخير، بتحبكم قوي، بس هي مش مدركه هي بتعمل ايه، فياريت تخلوا بالكم منها وتحاولوا تطبطبوا عليها وتحتووها. وافتكروا كلامي ده كويس جدا، بعض منكم هيقول لي انت بتقلقينا، انا مش بقلقكم، انا بقول لكم خلوا بالكم من الاشخاص اللي حواليكم. والبنوته دي علشان هتيجوا وتكلموني عليها، هكون هرد عليكم واقول لكم افتكروا ان انا بقول لكم خلوا بالكم منها، مش هقول لكم راقبوها. لو انتوا عندكم بنت او اخت او صديقه مقربه، خلوا لي بالكم منها، افتكروا كلامي ان هاجي في يوم من الايام وافكركم بالكلام ده. في هنا اخ او حد، يعني في اخ عندكم، الاخ ده الله اعلم هو بيشرب سجاير او بيلعب قمار او ماشي في سكه مش سكته. الاخ اللي عندكم ده ممكن يكون اسمه احمد، ممكن يكون اسمه يوسف، ممكن يكون اسمه خالد، محمود. خلولي بالكم من الاشخاص دول علشان دول اللي ظهر لكم. الاخ ده ماشي في طريق مش كويس. في كمان حد عندكم اتجوز على مراته، حد عندكم اتجوز على مراته ومراته عرفت او لسه هتعرف، وهتخرب الدنيا وهتقلب الترابيزه على الشخص التاني. قراءتكم قويه، قولوا لي تستاهل منكم كام. بسم الله. في واحده عندكم جميله قوي، حلوه بمعنى الكلمه، وانتوا بتحبوها، الست دي كويسه وبتحب لكم الخير فعلا، بس ماديه شويه، بتحب تطلب او مش بتطلب، بتحب الفلوس يعني. في هنا يعني قهر جوه قلبكم بسبب اللي انتوا شفتوه واللي عايشين فيه. قولوا لي بقى انتوا مستنيين سفر، عايزين تخلصوا ورق، يعني مستنيين تخلصوا مواضيع حياتكم. انا شايفه لك ورق سفر ليه؟ علشان شايفه لك خطوه فيها لبس مناسب، فيها حاجه مناسبه. انتوا معروفين عنكم ان انتوا بتكرهوا الكذب، بتكرهوا النفاق، بتكرهوا الخداع، بتحبوا حياتكم تكون مفتوحه وصريحه، بس اختياراتك في الناس اللي انتوا بتدخلوها في حياتكم غلط.
فبالتالي لازم تزعلوا على نفسكم، حبوا نفسكم شوية وطبطبوا وما تبدوش حد على حسابكم. في كمان هنا بعض الألوان اللي انتوا بتحبوهم، وفي كمان أم أو حد، أم الشريك، أم الشريك بتتدخل في خصوصياتكم، بتتدخل في مواضيع ملهاش لازمة. ولو انتوا عندكم شريك من برج من الأبراج الهوائية معمول له سحر، لو انتوا عند افتكروا الكلام ده كويس، لو انتوا عندكم شريك من الأبراج الهوائية اللي هي ايه؟ اللي هو برج الجوزاء، برج الدلو، تخلوا بالكم منهم. ليه؟ علشان دي أبراج هوائية، تخلوا بالكم من البرجين دول. لو انتوا عندكم علاقة منهم عنده سحر، والسحر ده مخليه كاره الحياة كله. مين الشخص اللي من 30 ل 40 سنة عنده؟ ممكن يكون 35 34 36، من 30 ل 40 سنة بينكم وبينه ايه؟ في اعجاب او في حب او ناويين يكون في بك كلام. انا شايفة في تشابك، ممكن يكون في استكمال خطوبة، استكمال مناسبة، الله اعلم. بسم الله، قراءتك بجد قوية وفرحتني قوي ان ظهرت لك حاجات كتيرة جدا. يا ترى انت بتفكر في الحاجات دي كلها عشان كده ظهرت لك ولا ايه؟ قول لي، فهمني بس. بسم الله، ناوي تشتغل على نفسك، ناوي تنجح، ناوي تقول انا خلاص، انا ما بقتش عايزة اتكلم مع حد، انا لازم اثبت وجودي بنفسي. وده بالفعل اللي هتعمله في اقرب وقت، هتثبت وجودك، ومش هت مش هتكون شخص سهل يضحكوا عليك ويستغلوك. انا مش شايفه لك اي خداع في حياتك. السحر هيتفك وقريب جدا كمان، وهتطهر بيتك وهتطرد من الشياطين من بيتك، بس انت عليكوا على الرقية الشرعيه. وفي صندوق الوصف هتلاقي لينك قناتنا التانيه، في علاج خده واشتغل على نفسك، وملكش دعوه بحد، وخليك نشيط. ولو عندك مشكلة في تساقط شعر، عندك حبوب في الجلد اللي بتظهر فجأة، والعلامة الزرقاء اللي بتصحى من النوم بتلاقيها، اركنها على جنب دلوقتي. اعمل برنامج لحياتك، عالج نفسك بنفسك، ما تستناش حاجة من حد. انت معروف ان انت متألق. الصحبة الغدارة اللي غدرت بيك اخبارها ايه؟ غدرت بيك اللي هي من حرف الالف، ظلمتك وغدرت وخانت. قريب جدا انت متحبش الشماتة، بس قريب جدا ربك هياخد لك حقك منها، وهتشوف بعينك وهتسمع. بس الصبر، اصبر كده واتقل، وهتشوف بنفسك ايه الاخبار اللي عندك. بسم الله ما شاء الله، في شخص هيتقدم ليكم، او شخص ناوي يتقدم هترفضوه ولازم يترفض. ليه؟ علشان شخص بيسمع كلام امه، وامه هي اللي ممشياه، او انتوا عندكم علاقة في حد امه ممشياه، وانتوا زهقتوا وقلتوا انا مش هقدر استحمل القرف ده. حصل منكم ولا ما حصلش؟ هيحصل وهتشوفوا. انت ناوي تستخير ربنا في موضوع، والموضوع ده قريب جدا هتستخير ربنا فيه، وهتعمل صلاة استخارة ما بين حدين، او ما بين قرارين، او بين موضوعين، وربنا هيختار لك الطريق الصح. بس انت مشكلتك حاجة واحدة بس، ان انت بتحلم بكوابيس وبقطط وتعابين. القطط والتعابين بتدل ان انت عندك سحر في ارض بيتك، وعلشان كده بتخرج من البيت تبقى مبسوط، بترجع البيت كئيب وحزين ومش طايق نفسك. حصل منك ولا ما حصلش؟ قريب جدا هيكون في مناسبة حلوة، جهز نفسك. في هنا اتصال، في لقاء، في موضوع، في حياة هتتفتح جديدة وهتلعب معاك، وهتفتكر كلامي ده كويس جدا. نهاية الصبر جبر، ما تقلقش خالص، انت الدنيا هتظبطها الفترة اللي جاية، هتتظبط وهترجع تبدأ تلعب معاك بشكل جديد. بس انت قول يا رب ان الله مع الصابرين، وبشر الصابرين اذا صبروا. فانت قلقان ليه؟ بص، الحد اللي بوشين اللي بيبخ سم على حياة كل الموجودين، قريب جدا هتاخد حقك تالت ومتلت. انت خلاص ما بقتش زي الاول، ما بقتش اللي هم عارفينه زي الاول، بالعكس بدات تكون تحط رجلك على الارض، بدات تثبت وجودك، بدات تقول خلاص
انا لازم اعمل سيستم جديد في حياتي واعرف انت عايز ايه مني، عدوي ولا حبيبي، صديقي ولا مش صديقي. خلاص انت فاض بيك، فالايام اللي جايه هتبصم وهتعمل، هتتعلم تقول ستوب، هتتعلم تقول انا تعبت في الموضوع ده، هتتعلم تقول انا خلاص مش عايزه اكمل، ما بقاش يهزك حاجه، خلاص هتبيع وهتمشي. وبدل ما هتقول انا ناوي امشي من الدنيا خالص، لا انت هتبعد ناس عنك. شاركم بيها انفراجه حلوه، باذن الله انفراجه حلوه، بس دايما متربطين. بعض منكم بيعاني من مشاكل صحيه، في خنقه، مش قادرين تاخدوا نفسكم، بتحسوا بضيق، حاسين بنفور من ناحيه العلاقات العاطفيه بشكل غير طبيعي. حرفيا الايام دي واقفين على تكه واحده، حاسين ان روحكم بتتسحب منكم، في ضغط نفسي عليكم من ابراج ناريه. عندك الابراج الناريه مش متفقين فيها، عندك الابراج الناريه بينكم وبينها نفور او مشاكل. ما تزعلوش مني، بس انا عايز اقول لكم ان انتم عامل لكم سحر تفريق، سحر وقفان حال، سحر تفريق وسحر وقفان حال. السحر ده هو اللي ملخبط حياتكم. بص، الست اللي قاعده ومرصوده في حياتكم تاذيكم وبتنقط عليكم سم، الست دي موجوده في حياتكم. انتوا حاليا في طاقه انتظار، حاليا منتظرين حاجات كتيره جدا، لا اما منتظرين فلوس، لا اما منتظرين قرارات تاخدوها، الله اعلم. بس انتوا هنا عندكم طاقه انتظار، والست الخبيثه دي اللي بتحاول تاذيكم بشكل سريع بشكل مختلف، ان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه هتعرف تاخد حقك. انا دايما اقول لكم انتوا مقيدين، انتوا عليكم يعني في تقييد عليكم، في علاقه انتوا تعبانين فيها، في موضوع انتوا حيرانين فيه، بتحاولوا تخرجوا من اللي انتوا فيه بشكل مختلف، في كذا حاجه انتوا بتحاولوا تعملوها بس زعلانين. في هنا فشل في علاقة، أو انفصلتوا بين انفصال، حصل انفصال مع حد، الله أعلم. أنت الأيام دي حرفيًا ما بقاش يهمك نغمة التليفون، ما بقاش يهمك التليفون صامد ولا مش صامد، بقيت تشوف التليفون بيرن وما بتردش على حد، ليه؟ تعبت، تراكمات تراكمات من الناس، خلاص ما بقاش عندك طاقة لحد، ما بقتش مستحمل أي حد، وفي نفس الوقت أنت هنا عندك طاقة ندم. الله اعلم انت ندمان عليه، بس انا شايفه انه في ذكرى او في قرار انت خدته ندمان عليه، او ندمان ان انت خدت القرار ده بشكل مختلف. في كمان هنا انت حبيت حد غلط او اخترت حد غلط، والحد ده انت خلاص حصل بينك وما بينه مشاكل، ممكن كمان تكونوا عملتوا لبعض بلوكات، ممكن تكونوا غيرتوا ارقام التليفونات، الله اعلم. بس المواضيع اختلفت واتبدلت 180 درجه حرفيا. في هنا كمان مفاجاه حلوه حد بيحضرها لك، مين الست الكبيره اللي بتدعي لك دايما ان ربنا يديك الخير، ان ربنا يشفيك ويعافيك، ودايما بتطبطب عليك ودايما كده بتاخدك في حضنها وبتقول لك ربنا يصلح حالك. نوع السحر اللي معمول لكم ممكن يكون سحر مرشوش قصاد البيت، البعض منكم يا ريت يبص كويس جدا قدام عتبه بيته، وممكن البعض منكم يكون معمول له سحر اسود سفلي، سحر مدافن، سحر اللي هو بيدمر الانسان. خلال فتره معينه شايفه ان انت هتكتشف الست التخينه، الست القصيره، الحقوده، الحسوده اللي بتجدد لك الاسحار. ممكن يكون كمان طرف ثالث متدخل في حياتك بيأذيك. في هنا شاب، الشاب ده في حدود يعني ما يعني ممكن يكون 25 26، ما بين ال 25 وال 30. الشاب ده ممكن يكون مخنوق، الشاب ده ممكن يكون في ضيق، انتوا واقفين جنبه او هتقفوا جنبه وهتساعدوه، وان شاء الله باذن الله ممكن اللي في ايدكم هتعملوه، انتوا بتحبوا تعملوا الخير بشكل كبير جدا. في هنا متابعه، انتوا متابعين حد او حد متابعكم، انتوا بتبصوا على حد اتفرقتوا، والله اعلم، بس في عندك متابعه وفي كلام وفي مواضيع. مين الابراج الهوائيه اللي بينكم وبينهم كلام او مستنيين منهم حاجه؟ ابراج هوائيه، هنا في خطوبه، في زواج، في لم شمل مع اقارب، في لم شمل مع احبه. انا شايفه ان انتوا هتكونوا منصورين، او انتوا عايزين
ترفعوا يعني خلاص تاخدوا قرارات حاسمة الأيام اللي جاية. شايفة كمان إن في حد عندك بيشكي من رجليه، شخص أو ست أو حد هو بيشكي من رجليه، رجليه وجعاه، دايما بيحاول يكشف، دايما بيحاول إن هو يعمل كذا حاجة. في رقم 5 عندكم، إيه اللي بينكم وبين رقم 5؟ طيب الأبراج النارية تخلوا لي بالكم منها كويس جدا، علشان بينكم وما بينها نار، بينكم وما بينها دم، بينكم وما بينها مشاكل، فيا ريت تخلوا بالكم كويس جدا من الابراج الناريه اللي موجوده في حياتكم. في هنا كمان نقط على الحروف انتوا هتحطوها الايام اللي جايه علشان عايزين تجمع. لو البعض منكم بيحس بالاعراض دي يا ريت فورا يكتب لي في الكومنتات. انتوا بتصحوا من النوم مخنوقين، متضايقين، مش قادرين تاخدوا نفسكم، بتصحوا من النوم صداع، بتحسوا ان انتوا كنتوا في حاجه مضايقاكم، بتحسوا ان انتوا كنتوا في كده كانكم كنتوا في جبل، طالعين جبل مش قادرين تاخدوا نفسكم، كسل وخمول. دي لمسه عاشقه، اللمسه العاشقه دي هي اللي بتوقف حالكم، اللمسه العاشقه دي هي اللي عامله لكم عراقيل، هي اللي مخلياكم مش قادرين تستكملوا في اي حاجه، وخصوصا الشغل او خصوصا العلاقات العاطفيه. طيب مين الست الحقوده الغياره، اخت او مرات اخ؟ بص حقوده وغياره. مين كمان الشخص اللي ناوي يعمل عملية او هيعمل او عملها بالفعل؟ يعني هو في حد عندك هيعمل عملية، والحد ده انت هتكون زعلان عليه قوي علشان هو يخصك او بينك وما بينه صلة. في قرار هنا انتوا عايزين تاخدوه وحيرانين فيه، حيرانين في القرار ده انتوا عايزين تاخدوه، هتاخدوه بشكل مختلف. والست الكبيرة اللي بتعاني من تعب ان شاء الله بإذن الله ربنا هيشفيها. في كمان هنا طاقة حزن، طاقة الحزن دي ليه؟ انتوا زعلانين على مين؟ انتوا زعلانين على حد او واخدين على خاطركم من حد؟ الله اعلم، بس انتوا هنا عندكم حبة زعل، والزعل ده انتوا يعني واخدين على خاطركم قوي، انتوا طيبين قوي واللي في ايدكم مش ليكم، ودي صدمة كبيرة. حاولوا توازنوا اموركم وما تدوش زيادة عن اللزوم، كونوا حكيمين في تصرفاتكم. في كمان ابشرك واقول لك ان انت باذن الله هتكون منصور. ليه هتكون منصور؟ علشان هنا انت عندك استكمال موضوع او عندك استكمال هدف، استكمال نجاح، الله اعلم انت ناوي على ايه، فالمشروع اللي انت ناوي عليه هيكمل من غير اي كلام. فما تقلقش من اي حاجه، اكيد ربنا هيكرمك الفتره اللي جايه مع تغيرات جذريه. اتمنى لك السعاده والهنا، بس بلاش التراجع، بلاش اي مشكله سلبيه تقف في وشك وتحطها في بالك، لا كبر دماغك خالص على قد ما تقدر عشان خاطر الانفراجات الحلوه قريبه جدا منك، او هيكون في كلام كتير بينك وما بين حد قريب جدا الفتره اللي جايه. لو بتعاني من سحر ولا قرين ولا تبع ولا وسواس، اكتب بس تم، هبعت لك لينك قناتنا التانيه اللي عليها العلاج. تحياتي ليك واتمنى لك الخير والسعاده.